مات بوتفليقة والمغرب في صحرائه والصحراء في مغربها. مات الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة وترك مجموعة من الثوابت الجغرافية والحقائق التاريخية، مثلما الأرض تدور حول الشمس فالصحراء في مغربها والمغرب في صحرائه. مات بوتفليقة لكن الصحراء ما زالت حية في قلوب المغاربة. مات عبد العزيز المراكشي واليوم حل الدور على عبد العزيز بوتفليقة الذي ظل حتى أنفاسه الأخيرة وهو جالس على كرسي متحرك يعاند رأسه ويكذب على نفسه ويحلم بتقسيم المغرب.